طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. شلون ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب قد العراق؟ تجي تعطي احنا رواتب؟ نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانه عشان نطلع العيشه، يعني علاقه نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانه يوميا نطلع 7,000 دينار نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون. واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشه. هذا الفقر هم كذبه. اهلا بكم من جديد. ما هي الاسباب الحقيقيه وراء ارتفاع اعداد مرضى السرطان في العراق منذ العام 2003 ولغايه الان؟ لماذا اهملت الحكومات المتعاقبه منذ عام 2003 ولغايه الان مرضى السرطان في العراق؟ لماذا لم تضع هذه الحكومات ولغايه الان خطة حقيقية لإزالة الأماكن المشعة المسببة للسرطان؟ لماذا تخفي وزارة الصحة في العراق الأرقام الحقيقية لمرضى السرطان في العراق؟ لماذا لم تبني هذه الحكومات مستشفى تخصصي لعلاج مرضى السرطان؟ هل العراق لا يملك الأموال الكافية لبناء مستشفيات وليس مستشفى واحد؟ لماذا لا توفر وزارة الصحة في العراق العلاج المجاني الكافي لمرضى السرطان؟ أليس الغزو والاحتلال الأمريكي المسؤول الأول عن ارتفاع أعداد مرضى السرطان بسبب الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها في حرب 2003 وما قبلها وبعدها؟ أين دور المنظمات الإنسانية العالمية للوقوف مع مرضى السرطان في العراق؟ أليست الدول التي شاركت أمريكا في حربها على العراق في 2003 تقع على عاتقها مسؤولية أخلاقية في مساعدة مرضى السرطان؟ أين وصل التحقيق في سرقة أدوية مرضى السرطان عام 2016 من محافظة الأنبار والذي يقدر ب4 ملايين دولار؟ أين دور الحكومة في تقليل نسب التلوث في العراق؟ ألم تسمع بأن بغداد أصبحت من ضمن أكثر الدول تلوثاً على مستوى العالم؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي خصصناها لمرضى السرطان، سائلين المولى عز وجل أن يشافيهم ويعافيهم. طبعاً الجهات الرسمية في العراق لا توفر بيانات دقيقة حول المصابين بمرض السرطان، لكن العدد الأقرب إلى الواقع الذي تحدثت عنه جهات معينة وأكدته وزارة الصحة قبل عام هو أن معدل الإصابة بالمرض يبلغ 2500 حالة في كل عام، وهو عدد يبدو متدنياً مع ما يسجل اليوم في البلاد، خصوصاً في الفلوجة والبصرة التي تحتل الصدارة في معدلات السرطان في العراق. في تقرير أصدره ديوان الرقابة المالية الاتحادي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 لتقويم أداء سياسة وزارة الصحة والبيئة في توفير المستلزمات الضرورية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، كانت إشارة إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالسرطان نظراً إلى عدم توفر المتطلبات الكافية للكشف المبكر عنه والحد منه. وبين التقرير بأن من بين أبرز المشكلات التي تسببت في زيادة عدد المصابين بالمرض هو قلة عدد الكوادر الطبية والأجهزة المتخصصة، بالإضافة إلى عدم امتلاك الوزارة، وزارة الصحة،
لرؤية واضحة لتحديد المتطلبات التي تستوجبها الخدمة العامة في هذا المجال. التقرير أوضح بأن نسبة الوفيات جراء مرض السرطان في العراق بلغت 10% من مجموع الوفيات التي تسببت فيها الأمراض غير السارية، لافتا الانتباه إلى أن عدد المرضى المسجلين لدى مجلس السرطان العراقي يشير إلى تزايد عدد الحالات المسجلة لديه سنويا. نعم، معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. اسمح لي الأول أحيي فضيلة الشيخ اللي جبته في المقدمة الأول وأشكره على دوره الوطني والإنساني ونعم العلم ونعم العلم والأدب والأخلاق. نشكر حضرتك ونحييك على موقفك الإنساني الوطني المشرف. وأما يا سيدي بالنسبة لعصابة الاستعمار، عصابة الجواسيس، هم مش جايين أصلا يخدموا شعب ولا يخدموا، هم جايين يبيدوا أمة وشعب، فلا تنتظر منهم إلا الإبادة والتطهير العرقي والقتل والنهب والسرقة. هو ده أساسهم ومبدأهم. يا عمي عمي في ساعة ما سمموا السمك في العلف وجابوه من إيران، حللوا تحليل في، ما عندهمش معمل تحليل، راحوا حللوا في الأردن، عرفت؟ تحليل كم معروف. فدول يا عمي لا هيخدموا شعب ولا هيخدموا وطن، دول جايين للموت فقط، أدوات للموت. فلا تنتظر منهم إن هم يبنوا مستشفيات ولا يعالجوا سرطانات، ده هم عايزين الشعب كله يموت، خبر خير عندهم أولا. فسيدي دول خلاص عصابة الجواسيس ديت حاليا انتهى موالها، لا لها شعبية ولا لها شرعية، وخرجوا على الشارع والأديان والعرف والسلم والإنسانية، كل شيء خرجوا عليه. فيا عمي ما تنتظرش من الخيبة تربي دجاج، دول ما لهمش غير هم هيموتوا عامة قريبة. بس نطالب أهالينا والشرفاء والوطنيين بمنتهى العزة والشرف كده، يعني على الأقل خالص موقفكم اتجاه القتل والدمار والخراب والنفايات النووية. عم أمريكا دفنت نفايتها النووية، عرضتها على حسن مبارك زمان، قالت له ندفنها في مصر ونديك مليارات الدولارات إحقاقا للحق، يعني مش حبا فيه، بس رفض لأن هتشوه الأطفال والخلفة القادمة كلها، يطلع معاك ذهنيا يا مريض يا يموت. فدفنوها في العراق، عبوها بصواريخ وضربوها ودفنوها، ومعروفة أماكنها، أماكنها كلها معروفة، في البصرة وفي الموصل وفي الفلوجة وفي سكريت وفي الرمادي وفي كل المحافظات العراقية. فعم النهاردة إحنا بنطلبه يعني بعمل إنساني، بعمل إن إحنا هنموته تحتي خلاص، يعني إحنا ناس ما ارتكبناش جريمة، فبنطلبه بإرسال لجنة تقصي حقائق تحقق في الجرائم، ونطالب أيضا العلماء والأساتذة بإن ينظروا في طلباتنا فقط. بإن أخي مصطفى نعم، ممكن أسألك سؤال؟ يعني في مصر هناك مستشفيات تعالج مرضى السرطان بالمجان، برأيك أنت كمواطن عربي شنو المانع في العراق أنه الحكومات اللي تولت الحكم بعد العام 2003 ولغاية الآن تسوي مستشفى وتعالج مرضى السرطان بالمجان؟ شنو المانع؟ يا سيدي مش جايين يخدموا شعبي، ما انا قلت لحضرتك دول جايين يبيدوا، جايين للعبادة والتطهير العرقي، لا هيبنوا وهم جايين للموت، أدوات للموت. هم طول الليل اللي مبرشم واللي سكران واللي محشش، والله العظيم زي ما بكلمك طول الليل يسترمعوا في الكبرهات، ولو حد من داخل العراق دلوقتي يتصل ويقول لنا الكلام ده ما يعرفش، هو شعب، هو مش عارف، هو بيقول لك هم اللي جابوني هم اللي حطوني، انا مالي، انا نعمل ايه، انا زي اللي قبل نعمل زيه وخلاص وماشي الحال على نفس الوضع. فنسأل الله عز وجل ان يخلصنا منهم ومن اشكالهم ومن ايامهم السوداء اللي ما كناش نتوقعه ان نشوف الاشكال دي ابدا. وانا اشكر حضرتك جدا. انا اشكرك اخي مصطفى السيد من مصر كان معنا. طبعا الأعداد المسجلة، كما أن الأعداد المسجلة لدى مجلس السرطان العراقي تشير إلى تزايد عدد الحالات المسجلة لديه سنويا، إذ يأتي سرطان الثدي في مقدمة الحالات المسجلة كما جاء في تقرير سابق له، ويليه سرطان الرئة. التقرير أوضح بأن مجلس السرطان العراقي للأعوام 2010 و2014 كأعلى جهة مسؤولة عن عملية التخطيط للسيطرة على الأمراض السرطانية، والتي من خلالها كشفت الفجوة الحاصلة بين المستهدف وما جرى تحقيقه على أرض الواقع. طبعا يرتفع عدد الإصابات بالسرطان في مدن الجنوب، مناطق عرفت معارك في وقت سابق وتعرضت إلى قصف باليورانيوم المنظم في غربي البلاد وشمالها، بحسب ما أكدته دراسات علمية عالمية أشارت
إلى حرب 1991 التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق نتيجة غزو الكويت، وبينت الدراسات بأن مئات أطنان دقائق اليورانيوم المنضب التي غطت مساحات شاسعة من صحاري جنوبي العراق وغربه استخدمت في تلك الحرب، وذلك كفيل بإشباع أجواء العراق بتلك الدقائق على مدى أعوام طويلة. طبعا في هذا الإطار يتحدث أحد الأطباء المتخصصين بالعلاج الإشعاعي وهو عادل الزهيري للعربي الجديد بأن العراق مليء بالإشعاعات الخطيرة التي تسبب أمراضا مختلفة من بينها السرطان، بالإضافة إلى حرب عام 1991 فإن ما شهدته البلاد كما قال يعني كان اشتمل على آلاف الأطنان من الأسلحة المدمرة، في حين استخدمت القوات الأمريكية في الأعوام اللاحقة أسلحة تتضمن إشعاعات خطيرة لقتال المقاومة خصوصا في مدينة الفلوجة. وأكد الدكتور الزهيري بأن آثار تلك الأسلحة ما زالت في التربة وفي أجسام عدد كبير من المواطنين وسوف تنتقل إلى الأجيال اللاحقة. شدد بأن حالات السرطان التي تظهر اليوم في العراق هي بمعظمها نتيجة الحروب. طبعا يوم أمس مركز الحسين للأورام السرطانية في محافظة كربلاء كشف عن تسجيل أكثر من 150 حالة جديدة كل شهر مع الأسف، وقال مدير المركز كرار الموسوي بأن المركز سجل منذ افتتاحه في العام 2013 ولغاية الآن أكثر من 6500 حالة سرطان، 60% منها من كربلاء و40% منها من بعض المحافظات. وأضاف بأنه لا توجد علاجات كيماوية تكفي لعلاج جميع الحالات، بالإضافة إلى افتقار المركز لأجهزة العلاج الإشعاعي المكمل للعلاج الكيماوي. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، تفضل أبو الحسن. كم أخويا محمد أحييك وأحيي قناتكم البطلة التي تنقل الحقائق وتبين للشعب العراقي أيضا كل ما يجري بالعراق حسب التقارير اللي توصلكم عن طريق المنظمات الدولية والمنظمات الجماهيرية العراقية وعن طريق هيئة الصليب الأحمر الدولي. أخي بالنسبة للأمراض السرطانية بعيد عنك إن شاء الله صحة وعافية. آمين. بعد غزو العفو بعد احتلال العراق وقبل احتلال العراق سنة 1900 قبل احتلال العراق سنة 1991 نتيجة العدوان اللي صار على العراق بعد غزو الكويت. وأيضا أمريكا والقوات الدولية ضربت الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، إضافة إلى هذا أسلحة الدمار الشامل ومن ضمنها اليورانيوم المخصب. فهذه الأسلحة تؤدي إلى سرطانات في الجنوب لأنه المناطق الجنوبية البصرة الأمارة الناصرية بالإضافة إلى مناطق غرب بغداد الفلوجة وغيرها نتيجة ضرب الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، وأيضا الأسلحة اللي تحتوي على اليورانيوم المنضب لأنه اليورانيوم المنضب يؤدي إلى سرطانات. وهاي العملية أيضا تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الرابعة لأنه لا توجد علاجات، لا يوجد أطباء أكفاء أو أخصائيين بهذا المجال، بالإضافة إلى هذا قدرة المواطن على شراء الأدوية لمعالجة السرطان المواطن فقير لا غير قادر أن يحصل على الأدوية، وهي أيضا تتحملها حكومة الرابعة للاحتلال. وبالنتيجة أخي هاي كلها عملية تآمر على الشعب العراقي حتى ذاك الوقت العراقي يخرج خارج العراق إلى الدول المجاورة، وهي الدول المجاورة إيران
وسوريا وتركيا اللي مستفادين من أموال العراق وأموال المواطنين. لو أكو حكومة وطنية كان وصلت كل العلاجات للمواطنين العراقيين، لأنه العراق غني بثرواته وغني في بشره. وأيضا أخي بالنسبة لأمراض السرطانات، أنا أحد أخوتي قبل شهرين انصاب بمرض السرطان واستأصلوه. بعد استئصاله ضربوه ابر كيميائي، اول ابره اول جرعه ضربوه طبعا مو من المستشفى، خلوه يشتريه من برا لان المستشفيات ما موجوده ابر الكيميائي. فالمواطن اللي يصاب بمرض لا سمح الله سرطان يشتريه من برا مو من الصيدليات مال الدوله او المستشفيات، وهذا على كاهل المواطن. راح يتعب المواطن بسبب المرض اللي اصابه. فشوف المستشفيات خاليه ايضا من الادويه اللي معالجه السرطانات، يقولوا له روح اشتري الادويه مالتك من برا. نعم. بعد ما ضرب الجرعه الاولى والثانيه، طبعا الجرعه الاولى تخربط فيها وصل الى الموت، والثانيه ايضا والثالثه انهت وايضا توفى الى رحمه الله. الله يرحمه. هذا اخويا وشقيقي. نعم. الله يرحمه ويعوض الجنة. أنا أشكرك أبو الحسن من بغداد، كان معنا اتصال أبو عبد الله من بغداد. فضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أخوي العزيز. أنا من بغداد ولكن الآن حاليا ساكن في تركيا. نعم الله يبارك فيك. طبعا أخي أنا سبحان الله يعني أضم صوتي للأخ المصري اللي تفضل قبل شوي. يعني سبحان الله، أنا طبعا كنت قبل الاحتلال كنت خارج العراق. نعم. وسبحان الله يعني هذا الكلام اللي تكلم الأخ المصري بالضبط نفسه قبل لا نرجع للعراق. يعني جتنا منظمات وجتنا يعني مكاتب ما أعرف إيش يعني صفتها، المهم أنه حتى ندخل مع القوات الأمريكية ونحرر العراق مثل ما يزعمون وكذا. نعم. يا أخي أنا سبحان الله قبل لا أروح الباكستان كنت في إيران أيضا، عرفت كيف؟ وكانت هذه الأمور اللي يعني قاعد نشوفها الأحداث الآن في العراق، هذه كانت كل الحقائق إحنا كنا نعيشها، يعني كانوا يكلمونا فيها وجها لوجه، يعني إنه إحنا رايحين لما نكلمهم على الوطنية وعلى إحنا عراقيين، يقول لي يا أخي لا تذكر هاي الأمور، تريد تجي تستفاد خير على خير، ما تريد تجي تستفاد خلاص خليك بمكانك وخلاص، عرفت كيف؟ نعم. قلت يعني احنا طالعين من العراق وعلى اساس معارضه وعلى اساس ما اعرف شنو، عرفت كيف؟ وبالفعل لما دخلنا، انا طبعا ما دخلت مع احد الحمد لله، رجعت لوحدي، عرفت كيف؟ نعم. من هي الجهات البارزه الان اللي كانت تتحدث بهذه اللغه؟ طبعا حزب الدعوه كانوا يجونا، عرفت كيف؟ وكان احمد الشلبي المؤتمر الوطني يسموه. نعم. عرفت كيف؟ المؤتمر الوطني او ما اتذكر اسمه ايش بالضبط. عرفت كيف؟ و يعني ف نعم. نعم اخي تفضل. تسمعني يا اخي؟ اسمعك واضح. نعم. فيا اخي سبحان الله، فلما دخلنا قلنا يعني دولة ممكن لانه برا يعني يتكلمون بهذا الشكل وهذا، نرجع ونشوف فينا العراق بناس وطنيين بناس يعني أتقلبها على الوطن وعلى كذا وكذا. فلما رجعنا يا أخي انصدمنا بواقع طبعا جدا مرير سبحان الله. وأنا الآن خارج العراق بسبب هذا الواقع، عرفت كيف؟ نعم. يعني لما دخلنا شفنا أنه بالفعل مثل ما تفضل الأخ المصري إصابات إبادة، عرفت كيف؟ لما كنا نتكلم معاه بأي دور، أنا كنت احد اعضاء بالمجلس السياسي، كانت في منطقه المنصور في مجلس يسموه مجلس السياسي الشيعي، عرفت كيف؟ نعم. وكنت انا عضو من هذا في هذا المجلس، واتضح لي يعني وضوح تام يعني انه عصابات اجرام وقتل وانتقام، عرفت كيف؟ نعم. من العراق ومن العراقيين. فيا اخي يعني يعني حقيقة يعني أي مستشفيات يعني أي هذول جايين عصابات يا أخي، ما أتهم شغلة غير إنه يبيدون العراق والعراقيين،
عرفت كيف؟ نعم. قلت لك انا كنت من داخلهم من 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 وسطهم، كنت عايش بوسطهم يعني، عرفت كيف؟ نعم. واضطريت انه اهرب، يعني ناس وحوش مجرمين، عرفت كيف؟ ما اعطهم اي رحمه، ما اعطهم اي التزام، ما اعطهم اي دين، ما اعطهم اي اخلاق، عرفت كيف؟ نعم نعم يا اخي، سبحان الله. اسمعك يا اخي. نعم، مع الاسف والله. نعم يا اخي، يعني ما كانوا معارضه ذولا، مو انا بس اسمع، يعني اسمح لي بس اسمع، هل هم ذولا معارضه سياسيه؟ ايه نعم يا اخي. واحنا احنا والله العظيم انا قلت لك، انا من الخارج قلت لهم انتم على اساس اللي كنتوا تتكلمون على البعث وعلى اساس انه مظلومين، وين الظلم بعد؟ وين العداله مالتكم اذا انتم كنتوا مظلومين؟ وبعدين يا اخي انا الان عايش في تركيا، الله وكيلك، يتصدقون علي الاحتراق، عرفت كيف؟ عندي طفلين رضع، عرفت كيف؟ ومستعد اموت، ابقى اموت على ارصفه بالدول الغربه ولا ارجع لهيج هيج حكومه وهيج فساد وهيج اجرام، عرفت كيف؟ بس انا اقول شيء واحد، مع الاسف مع الاسف يعني شعبنا ليش لحد الان يعني ماكو وعي، يعني معقول انه لهالدرجه ماكو وعي؟ الان احنا الوعي موجود ابو عبد الله، الوعي موجود، بس انت مثل ما اشرت لانهم الجماعه يعني عصابات مافيات، يعني اللي يطلع تظاهره يقمعوه بالقوه. يا اخي عجيب يا اخي، ما معقوله. انا والله مره من المرات طلعت يعني تكلمت كلمه، انا انسان بسيط يعني لا عندي شهادات ولا عندي شيء، بس تكلمت كلمه قلت يا اخي، قلت لهم يا اخوان يعني والله ما اخليهم ينامون بالخضراء، والله لو هم لو احنا، عرفت كيف؟ لو احنا شعب، لو هم لو حكومه بيها حظ، لو ما لا هم لو هم ما ينامون لو ما احنا ما ننام، عرفت كيف؟ ما معقول يا اخي كل هالاجرام، كل هال يعني القتل، كل هالدمار، كل يعني ما معقول يا اخي 16 سنه ما اعرف جد الان 17 سنه. نعم يعني يا اخي معقول مؤامره دي هي واضحه مثل العين؟ نعم يا اخي مؤامره عظيمه. نعم. انت يا الشعب يعني ما يصير، الى متى راح نبقى هيك؟ الى متى مشردين؟ نعم. الله وكيلك اطفال، وانا واحد من ملايين، زين، غير المخيمات، غير 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 غير، عرفت شلون؟ اطفال ونساء وارامل وايتام يا اخي. نعم. عجيب، الى متى يعني نبقى هذا الشكل؟ والله مستعد اتكلم امام كل العالم. نعم. عرفت كيف؟ وحقائق وواجههم وجها لوجه، عرفت كيف؟ وحتى اعرف ناس تكلموا بالحق واختالوهم، عرفت كيف؟ نعم. بس يا اخي ما اعرف والله شعبنا ما اعرف الناس ما اعرف ايش. مصيبة كبيرة وقعت على العراق وعلى العراقيين. أنا أشكرك أبو علي من تركيا كان معنا. طبعا مدير مركز الحسين للأورام السرطانية في محافظة كربلاء كذلك أشار إلى أن بعض العلاجات متوفرة في الأسواق ولكن بأسعار باهظة جدا، ما ينعكس على صحة المريض، وأوضح بأن المركز يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الخيرية والمتبرعين في توفير العلاجات للمرضى. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول مرضى السرطان في العراق، نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم من جديد. في لقاء سابق مع قناة الرافدين أجرته مع بعض مرضى السرطان في منطقة جسر ديالة، خلونا نشوف بعض معاناة هؤلاء الأشخاص، نأخذ المقطع الأول ونرجع لكم.
عندي سرطان بالدم، الكلى مالتي هسه كلها والكبد مضروب، ويومية بالمستشفى، وهذا صار من 2014 لهسه. هاي العلاج هذا شوفه ما عندي إمكانية أشتري الجرعة، الجرعة تكلف علي بمليون و400، وأخذت 43 جرعة بعد ما عندي يعني. قلت للدكتور سوي لي بديل، هاي الشيشة شوفها و40,000، ولازم يوم بالشهر اثنين اشتري 20 بيها. هاي شو هي الشيشة؟ هاي بروح الشيشة يعني، وهاي تقاريري كلها، كل هاي تقاريري. مأساة والله مأساة. نقول ما عندي إمكانية، الجرعة الوحدة 1,400,000، المفروض يعني هاي لو كانت عندنا حكومة حقيقية وقلبها على الشعب مثل ما سألنا أخونا مصطفى السيد من مصر، يعني هناك مستشفيات تخصصية بمرضى السرطان تعالج المريض بالمجان بالمجان. نعم، معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لشعبنا، تحية لمشاهدين قناة الرافدين. حقيقة ذكرت التقارير أن أكثر نسبة السرطانات موجودة في البصرة وموجودة في الفلوجة. نعم. لماذا البصرة ولماذا الفلوجة؟ طبعا معروف أن البصرة هي من أكثر المحافظات اللي قاومت المحتل، سواء كانت 1990 أو 91 في حرب الغزو للعراق للكويت. نعم. وفي بعدين في 2003 فلم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء مقاومة الجيش العراقي الباسل إلا عن طريق الأسلحة المحرمة، وأعتقد أنه النظام السابق فضحهم بمجموعة الأمراض السرطان، حتى أثر على مزارع في قضاء الزبير كيف أصبحت متلوثة ومسرطنة. الفلوجة كل يعرف طبعا أنه ماذا فعل الأمريكان بالفلوجة، اللي هي مدينة المقاومة العراقية الأولى والتي ستبقى المقاومة موجودة في الفلوجة بعد حرب 5 أشخاص من CIA قصفتهم بأسلحة. وأنا عندي ابن عمي كان من أبناء المقاومة أصيب بطلقة أمريكية، أبناءه الآن الذي لم يمت في الرحم ظهر مشوه، يعني هذا موجود وشاهد، وهو الآن موجود في الأردن. وقالوا له الدكاترة أنه بسبب وجود إشعاعات موجودة في جسمك. نعم. كذلك أخي الكريم، الدولة إحنا ما نعتب على الدولة، لأن أكثر مرة نقولها في نعم. برنامج حضرتك أنه هذه ما الدولة، يعني الدولة ما قدرت توفر مستشفى لمعالجة السرطان. طبعا ليش السبب؟ حتى يودونهم لإيران لأن أكثر الناس تتعالج بإيران، وهم أكيد عندهم شراكات سياسيين في إيران، وإيران كذلك لا تسمح لهم، لأن إيران على شنو الآن الحصار الأمريكي على شنو تعتمد؟ على ما يسمى بالسياح العراقيين، سواء زوار اللي جاي تضربهم أو المرضى حيكون فلوسهم هناك على أمور صراحة يعني الأدوية فاسدة والمستشفيات لا تعالج أحد. وأكو حادثة أحب أذكرها في برنامجك، أكو دكتور عراقي ما راح أذكر اسمه. نعم. هو مشهور جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وعالج مجموعة من رؤساء العالم، هو من أهل محافظة المثنى. نعم. إجا للمحافظ قال والمدير صحة المثنى قال يا بعني دكتور والحمد لله الله منعم علي، وأريد أنش مستشفى، أنا اللي أبني المستشفى وأنا أجهز بالأجهزة الطبية وأنا أجيب للعلاج من أمريكا أجهزة منها وكل شيء على حساب الخاص. نعم. بس أنا أريد الدولة تهيئ لي قطعة أرض وأنا مقاول موجود يبني، وعليكم أنتم متخصصون الكوادر الطبية وأنا أكو أطباء أعرفهم. نعم. خليهم يجون للمستشفى كل فترة يجون يعالجون الناس يسوون عملية. نعم. هذا الرجل أنا واجهته في لندن. نعم. ومن سألته قال لي تخيل مدير مكتب وزير البلديات يطلب من عندي 10 مليون دولار حتى ينطي موافقة تخصيص قطعة أرض. مدير. نعم. مدير مكتب وزير الصحة يطلب 25 مليون حتى بس أنه يوافق على إنشاء مستشفى. فقال أنا جاي من برا وفلوس من عندي وكل شيء من عندي، بس تنطوني قطعة أرض حتى أبني وموافقة وزارة الصحة. ليش أنطي فلوس؟
قال والله هذه ما تمشي الا بهذه الطريقه. فالرجل قال يعني ما ليش اصرف 35 مليون؟ قال 35 مليون اروح لاي دوله مجاوره للعراق ابني بيها مستشفى خاص وعالج العراقيين مجانا ولا انطيها لهم. نعم. فتخيل اخي الكريم، الوزراء يطلبون فلوس حتى يعالجون شعبنا احنا، الشعب اللي منهار، شعب اللي الان مو بس امراض السرطان اخي بي، الان مو يعني ترى مرض السرطان مرض عضوي. نعم. لكن الأمراض النفسية الآن، تتخيل أخي 30% من الشباب الآن يتعاطون المخدرات هذه بصورة علنية. نعم. غير المخفي اللي ما يعترفون. عندنا وصلت نسبة الأمية في العراق إلى 60%. خط الفقر حدث ولا حرج، حتى الموظف فقير. أغلبية الشعب العراقي مديون، وخاصة الموظفين مديونين. هذه كلها أمراض أخي الكريم. نعم. الانتحارات اللي جاي تصير بالعراق شنو سببها؟ سببها الفساد الموجود اللي كبت على الأرواح. يعني احنا ندعو من الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى، لأنه هو المشافي والمعافي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص هذا البلد بأي أمر، أي أمر إن كان إن شاء الله. شكرا لك أشكرك. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. وسام تحيه لك وتحيه القناه وتحيه الكادر القناه. تحيه المتصلين. بالنسبه لما يجري في العراق، الله يعين الشعب العراقي ومن حق العراقيين يا اخوي يتعالجون، لكن المشكله هي بهذه العصابه الحاكمه، هي التي تسرق اموال العراق، وهي مجرمه بكل الصفات اللي جاءت، هي تقتل. فلا نستغرب ما يجري في العراق. تعتقل الناس وتقتل الناس وتبيع أعضاءهم في أي دولة حدثت هذه؟ يعني دولة مجرمة، ليس دولة وإنما عصابة متسلطة على أموال الشعب وخونة وعملاء. فهذه قضية السرطان وهذه قضية إنسانية، لو كان من حق العراقيين يطالبوا، من حق العراقيين يطالبوا. زي العراق دولة غنية ليس دولة فقيرة، ولكن هذول الخونة يتسلط على الشعب العراقي، فلا تقوم للعراق قائمة إلا بإنهاءهم ومحاسبتهم، هم ومرجعيتهم والخونة كلهم العملاء. والله يحفظ العراق وأهله إن شاء الله. آمين. أنا أشكرك أبو فيصل من السعودية كان معنا. خلونا نشوف مريض آخر بمرض السرطان. أجرت قناة الرافدين في حلقة مع الناس، أجرت لقاء معهم ضمن منطقة جسر ديالة. نشوف المقطع ونرجع لكم. احنا جسر ديالة حقل تجارب، صرنا لامريكا حقل تجارب الامريكا، جسر ديالة ناحية جسر ديالة، وعندنا مرضى اكثر من اللازم يعني، وانا واحد منهم. عندي هسه زوجتي وهذا التقرير مالها، وين التقرير مال العملية، شالوا الرحم والمدشن والمثانة، وهسه الدرار مالها طلع منها من الصفحة. وكل شهر أنا أحط عليها مليون علاجات، ينطوني العلاج بالمستشفى الرخيص والغالي أشري من برا. هاي أبا، وإحنا هسه بالنسبة لأمريكا تقتلنا وتأخذ ثمن الطلقات. مأساة، مأساة، إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال أبو حيدر من الفلوجة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، اللي بيصير بعندنا في العراق هو سبب الاحتلال الامريكي الملعون. نعم. سبب دمار ومرض هذا الشعب هو الاحتلال الامريكي. هاي نقطة. واثنين، بما من موضوع السرطان، واكبر سرطان هي الحكومة. هي الحكومة سرطان بالنسبة للعراقي. الحكومة اللي نخرتنا نخر. نخرت الصاحي قبل المريض. زين، هاي نقطة. اثنين، انا بسأل حضرتك تسائل بالحكومة. الحكومة ما شاء الله كلهم، اللي سيد فلان واللي حجي فلان واللي سيد واللي حجي. السادة والحجاج منتهين، عندهم مشاريع قوية أفضل من بناء المستشفيات. عندهم شلون يتاجرون بالمخدرات، عندهم شلون يتاجرون بالحشيشة، عندهم جماعة السادة شلون يبنون صالات قمار وملاهي. هاي شغلتهم، هاي شغلة. السادة عمر بالنسبة لموضوع السرطان، يعني أحكي لك من الفلوجة، احنا بال 2004 نعم يعني من دار الاحتلال الامريكي وقاومة الفلوجة مدينة الابطال، من قاومة الاحتلال احنا لا رضوان كنت موجود يعني شاهد ايام نعم.
الامريكان عن طلع عليهم ماكو شيء ما ضربوه، ضربوا المحرمات كلها الفسفور اليورانيوم، وقالوا اكو تقارير طلعت مدينة الفلوجة مستشفى الفلوجة قالوا اكو امراض راح تبين حتى بعد 20 سنة. اقسم لك بالله العظيم بعد 20 سنة تبين هاي الامراض بالفلوجة وكل الاعراض. بس احنا نسأل وحضرتك تسأل تقول دور الحكومة شنو؟ الحكومة انا اقول لك شنو دورها؟ دورها هسه الخبر الاخير مدينة الطب راح تسوي استثمار. مدينة الطب اللي كان قبل واحد يروح يدور علاج بلاش يروح مدينة الطب. لا هسه بشرك مدينة الطب راح يسوي استثمار يستلمون الدولة ما عدا. وهذا كله مخطط اقسم لك بالله العظيم. حتى شكو مريض بالعراق ليش يصرف فلوسه بالعراق؟ يقول روح ايران تعالج بايران. هو همهم الوحيد شلون يفيدون الاقتصاد الايراني. هسه يصير عمليه مال العين يقول له روح ايران. امراض السرطان يقول له روح ايران. يعني ما كفاكم التجاره والاقتصاد والنفط والبوق والهذا. قاموا يتاجرون بالبشر بالبشر بالعراق. ونعم تو على الامريكان ونعم تو على الامريكان مره ثانيه اللي جابونا هيك حكومه. وانا اشكرك رحمه الله. شكرا ابو حيدر من الفلوجه كان معنا. طبعا وزاره الصحه في العراق لا تعلن عن الأرقام الحقيقية للمصابين بالأورام السرطانية في البلاد، لكنها تكتفي بعرض تقارير بين فترة وأخرى تفيد بالمواقع الملوثة المسرطنة في محافظات العراق وأكثرها في مناطق البصرة والفلوجة والموصل وبغداد وميسان، إذ كشفت في تقرير سابق عن وجود 300 موقع يهدد حياة المواطنين في تلك المناطق، إلا أنها تشتكي في كل مرة من قلة التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة لمكافحة هذا الأمر، ما يؤدي إلى تفاقم الأعداد بنسبة طردية مع ارتفاع أعداد السكان. منظمات وجمعيات بيئية تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة وتزايد وتيرة الإصابة بالأورام السرطانية في عدد من المدن، كما أشرنا أكثرها البصرة والفلوجة جراء ما تعرضتا له من قصف بأسلحة اليورانيوم المنظم والأسلحة الفسفورية. معنا اتصال أبو جعفر من بغداد، فضل أبو جعفر. السلام عليكم. أخبار. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لك ولك وللقناة المفضلة قناة الصاعدين. الله يحفظكم إن شاء الله. أبو جعفر من مدينة الصدر إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. حياك الله. الله يسلمك أخ عمر. نعم. حقيقة أنا عندي والد، والدتي بها مرض سرطان، هاي صار تقريبا هاي السنة الثالثة. وصدقني يا أخي يا عمر. نعم. أنا كاتب لا شغل لا عمل لا تقاعد لا هذه، قاعد إيجار لأنه يعني قاعد أصرف عليها منها ومنها وأجيب من أصداقها هاي ومن سيارات يعني يا أخي يا عمر حقيقة عيشة مرة مرة. نروح للمستشفى ماكو علاج، آخذ العلاجات كل شهر لها تقريبا شهر وكسور، آخذها بسبع 700 وكسور و40 و300 دولار هاي الجرعات ما جرعات. فيعني هاي وزاره الصحه زين، وزاره الصحه صدقني انا عندي علاقات كلش قويه بدكاتره وعندي علاقه كلش قويه ببعض لما انا اريد اقول لك، لكن بيها فساد اداري مو طبيعي يا اخي يا اخي يا عمر. ملينا كافي كافي يعني يعني تروح للمستشفى صدقني منها وصل ودفك ومنها كذا جيبك يخلوك كلش يباوع على جيبك، هذا كل شيء يباوع على جيبك. فهذا أنا شنو ما عنده غير شيء واحد يا حبيبي صدقني براسي تو يعطيك اياه زين. يعني هاي خاصه هيك وقت هسه اذا واحد تخربط ما تلقى لا دكتور لا مبمض لا سيستر لا كل شيء. يعني هاي شنو هالحكومه اللي جتنا هذه؟ شنو هالحكومات هذه المتعاقبه؟ الله اكبر. يعني انتقم على العراقيين هسه بس العراق الله سبحانه وتعالى خالقه بهالكره الارضيه يا اخي يا عمر. والله العظيم يشهد الله هسه انا كنت متابعك من بدايه الحديث مالك. نعم. من البدايه من قدمت فوقوش مقدمه. نعم. يا اخي يا عمر هسه المشتكى الى الله لمن نشكو همنا وغمنا المن؟ بس قول لي يا اخي يا عمر بس قول لي يا اخي يا اخي يا اخي والله ملينا كافي. كيبنا موتنا الدولة. نعم. الدولة هالدولة هاي اللي باغية نعلت الله عليهم نعلت الله على هالاحلام هذه الباطلة يا اخي يا اخي ملينا يا اخي يا عمر. بس قول لي شلون شلون نخلص؟ بس قول لي شلون نخلص؟ انا هسه عندي مريض صدقني انا مريض ما طول عندي مريض انا مريض. نعم. ليش هيك ليش هيك يا عادل عبد المهدي يا حلبوتي يا 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 اعضاء البرلمان؟ يعني يا هاي 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 الدوله يا ما ادري هذا الكردي ما ادري الرئيس والله ما ادري شو اسمه الرئيس ما ادري يا اخي يا عمر شو اسمه هذا ما ادري والله ما ادري. يعني ما يبيعون للشعب ما ينظرون للشعب؟ لا اله الا الله. زين الله الله يشهد ادونا يا اخي يا عمر ادونا الله يهديهم الشعب.
الله يديهم ان شاء الله بجاه محمد وال محمد. واشكرك اخ عمر وخضيف من وقت البرنامج كثير. اشكرك ابو جعفر وسال الله سبحانه وتعالى ان يشافي مرضاكم ومرضى المسلمين. والله مأساة، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا التقرير اللي كنا نتحدث فيه أو الأرقام، لماذا وزارة الصحة لا تعلن الأرقام الحقيقية المصابين بالأورام السرطانية في البلاد وتكتفي فقط بتحديد المناطق اللي تهدد حياة المواطنين، المناطق اللي فيها أسلحة مشعة أو مناطق تعرضت للقصف بأسلحة مشعة في السابق. طبعا كذلك كما أشرنا بأن منظمات وجمعيات بيئية تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة، وعلى رأسها كما أشرنا البصرة والفلوجة. وزارة الصحة لم تتمكن منذ العام 2003 من توفير العلاجات الكافية لمرضى السرطان وارتفاع تكلفة العلاج داخل المستشفيات الحكومية على قلتها. لجأ كثير من المصابين إلى السفر للعلاج إلى دول خارج العراق مثل الهند، تركيا، الأردن، إيران بسبب توفر مراكز حديثة للعلاج يفتقر إليها العراق لعلاج المرض، وكذلك يعني تكون الأسعار ربما تكون أقل مقارنة مع العراق، خاصة إذا تحدثنا عن الهند كما ينقل بعض المرضى. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، فضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أستاذ عمر. أشكرك، حياك الله يا أهلا بيك أستاذ عمر. أنا قبل 4 سنوات نعم أبني نعم أستاذ عمر أبني نعم. أبني نفس المرض موقو قبل 4 سنوات نعم والله وبالله وتلا مثل ما عاد أقول لك. أنا من موصل رحت على دوك نعم رحت على دوك سجلت طب ما عاد شرعة بلاش نعم قالوا لي راد لنا فحصين كل فحص بسبع وراق بتلتيا. قلت لهم والله اني ما اتمكنت والله وبالله تلا شالوا مليونين دينار من المستشفى انطوني قالوا لي روح ودي ابنك. نعم هاي بدهوك بالله عليك والله تطلبني يوم الله. نعم جزاهم الله خير. يعني هيك حكومه هيك حكومه. انا طبعا انا يعني اعطوك مليونين بس حتى اتاكد ابو احمد والله وبالله وتلا الطاق لو اخذوا منك مليونين. قلت له بلا الطاق مليونين حتى تعالج بها ابنك. اي والله جزاهم الله خير. نعم والله اصنع الجرعه بلاش. وانطوني ايه وانطوني مليونين دينار قالوا لي تودي على تركيا كل فحص بسبع اوراق تعملنا فحص مال دم والله محمد وعلي. نعم دحت نعم. الباحه حنافه تلاقي تطلع ومقابلة تقول المذيع سأله قال له بيش تقيمين مسعود برزاني قال له صفر. هي قالت صفر. ما تقيم مسعود برزاني اللي هيش يتعامل ويا الناس. أنا عربي أنا مو كردي حتى يتعامل وياي كردي. نعم هي يتعامل هيش أقيمه صفر. واللي باقي 800 مليار دولار من العراق تقيمه هاش على العراق. نعم بالله عليك بالله عليك هاي عنده ضمير عنده ناموس غير على العراقيين. يطلعون يحكون هيك حكي والله وبالله وتلا انطوني مليونين دينار قالوا لي تودي ابنك على تركيا فحصين على سبع اوراق انطوني مليونين دينار. نعم شو اسم هالمستشفى ابو احمد؟ عليك هيك واحد ما واحد يبوس ايده ورجله. شو اسم هالمستشفى؟ الحكومه العراقيه ايش قاعد تسوي؟ نعم وين فلوس العراقيين؟ 850 مليار تبني عراق حتى شوارع تبني أذاب بالفعل. ها حنافة تلاي تطلع أم الكعكة تطلع تقول والله ما قيم مسعود برزاني الصفر. حيف نحلت أبو أمريكا يوم جاء فيك جبالات علينا. نحلت والدين أمريكا يوم جاء فيك جبالات علينا. خلي حنافة تلاي يومية بالعم طارب مالك يا شمك عنده أكبر عمارة بشارع بالقم. أني ساق ريله مليار رايح عليه. نعم. والله أبو زهران الحارس هذا المقيم ماله يقول يا أخي هاي مرته يومية معاه كل ما يجي على إيران مالكي يجي على العمارة هاي ينام بها عنده مكان خاص بها يقول هاي مرته هاي تجي معاه حنافة تلاقي.
هي تقيم مسعود برزاني بهيك شيء؟ نعم. طبعا انا حرمي، انا مو كردي حتى دافع عن مسعود برزاني. نعم. زين ابو احمد، اي مصلحه اليوم مسعود برزاني؟ نعم. بس ان شاء الله ابنك هسه احسن منطق هيك ابو احمد، ما مقبوله منها. نعم ان شاء الله ابنك، ابنك ان شاء الله احسن هسه صحته. تسمعني؟ عالجك ايش تقول له؟ نعم ابو احمد تسمعني؟ بنون تسمعني؟ واحد مسعود برزاني ابو احمد، ابو احمد تسمعني؟ ابو احمد بنا مسعود برزاني بنا نفق. نعم. تسمعني ابو احمد؟ انا اشكرك ابو احمد، الظاهر مدى يسمعني ابو احمد، وان شاء الله الله يشافي ابنك ويشافي جميع المرضى في العراق وجميع المرضى المسلمين. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول ارتفاع نسبة مرض السرطان في العراق. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.